هذه الحرب التي تعرضت لها الموصل وما حولها أدت إلى نزوح مئات آلاف العراقيين داخل العراق إلى جانب عراقيين آخرين اضطروا إلى أن ينزلوا في مخيم الهول بسوريا. هذا المخيم للأمانة يعاني مشاكل كارثية وصحية وإنسانية متعددة. شاهدوا الواقع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في مخيم الهول وبشهادة ممثل إحدى الجهات التي زارتهم. طبعا الحكومة الحالية لا تهتم لنازحين، فهي غير معنية بهم لانقطاع المصلحة. لو أن الانتخابات تجرى في خيام النازحين لرأيتم المسؤولين يحضرون يوميا إلى مخيمات النزوح. شاهدوا ومن ثم لا نعود. لا زيارات فقدية مخيم الهول، طلعنا على حال كثير من الحالات المرضية في المخيم، وأهم الحالات الصحية يعني الطبية، نقص بالعلاجات، نقص بالأدوية، موجود هلال أحمر، لكن العلاجات المطلوبة غير متوفرة في المخيم، ومخيم ما تقريبا يسع إلى 10,000 شخص. نحن دورنا كمنظمة عالمية لحقوق الإنسان نطالب الحكومة العراقية وحكومة الإقليم بتسهيل وتسريع إجراءات عبور النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى محافظة صلاح الدين إلى العراق، حيث الوضع يرتله صراحة في المخيم. العدد كبير جدا، حالات مرضية خطرة جدا، إصابات بأمراض جلدية، أمراض يعني أمراض مزمنة مثل الضغط، السكر. صراحة كوادر طبية توجد لكن علاجات لا توجد. فنحن نطالب من الحكومة العراقية، من حكومة الإقليم، من وزارة الهجرة والمهجرين التعجيل والإسراع بتسهيل عبور النازحين من مخيم الهول إلى الحدود العراقية إلى محافظة صلاح الدين عبر إقليم كردستان. فرحان صالح التركي، مدير مكتب المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في سوريا.